مش كله ومش اي حد يقولنا ناخد سلبي يبقى ما نسمعوش او نرفضه. الموضوع محتاج حكمة، لانه مش كل كلمة المفروض تغير قرارك او تغير وجهة نظرك، وكمان مش كل كلمة ممكن تهزك. ده غير ان مش كل نقد بيبقى سليم وفي مكانه وكمان حقاني. واوعى تكون من الناس اللي دايما بتعنف وبترفض الناس اللي بتنتقدها عشان هم عارفين هم بيعملوا ايه وعشان هم دايما صح. انت كده بتضيع على نفسك فرصة لنصيحة ممكن تخليك تتحرك لقدام. هنقسم الناس اللي بتنتقد دي للتلات انواع، وكل نوع هنعرف نتعامل معاه ازاي ونرد عليه بايه. اول نوع هو النوع المنبه. الشخص ده ممكن يبقى بينبهك لحاجة انت بتعملها فعلا، بس هو عايزك تعملها احسن حاجة، زي ان انت تبقى شاطر ونشيط وبازل مجهود في شغلك، بس طول الوقت هو عمال ينتقدك ويقولك لسه في احسن، ممكن تجيب احلى من كده، تقدر تعمل الاحسن من ده. والنوع ده هو اهالينا طول الوقت، مهما عملنا حاجات حلوة هم دايما مستنيين مننا الأحسن. فالنوع ده اوعى تزعل منه أو تلومه، بالعكس اشكره انه اداك من وقته واهتم يقولك حاجة زي دي، وحاول تفهمه وجهة نظرك لو في اختلاف في وجهات النظر، واستقبل منه على قد ما تقدر لأنه هو بيعمل كده عشان بيحب. رقم 2، وده النوع اللي بيسموه المربي. ده رائع وعظيم. الشخص ده بيبقى عنده خبرة وعلم، وعمره ما بينتقد حاجة إلا وعنده حجة قوية وعنده أسباب، وبيعلمك من النقد بتاعه ده معلومة جديدة. زي أي استشاري كبير في المجال بتاعك، لما هيقولك اللي انت عملته ده مش مظبوط أو في حاجة غلط، بيقولك ليه كان في حاجة غلط، بيقولك الصح بتاعها إيه، بيقولك الأحسن عشان تطلعها بأفضل شكل إيه. فالنوع ده بجد رائع وعظيم. يا بخت اي حد عنده شخص زي ده في حياته، يمسك فيه بايده واسنانه ويبوس ايده وشه وظهره ان هو موجود، لان طول ما هو موجود في حياتك هو بيزقك لقدام وبيبقى سبب في انك تتطور وبسرعه جدا. واوعى تبقى مرهق ليه ومتعب ليه وهو بينصحك، ما تقعدش تضيع وقته وتقاوح معاه وتحاول تضيع وقته في انك تشرح له انت كنت بتعمل كده ليه. خليك زي السفنجه، استفيد منه على قد ما تقدر وبس. ثالث نوع، وده اكتر نوع موجود في حياتنا وهو نوع للاسف سيء جدا، الشخص اللي بينتقدك وهو ما عندوش اي وجهه نظر وما عندوش اي دافع لا حب ولا غيره، بس هو وحش وخلاص. اللي انت بتعمله ده زي الزفت. طب ليه زي الزفت؟ هو كده. طب ازاي اخليه مش زي الزفت؟ لا معرفش، هو وحش وخلاص. النوع ده بجد ابعد عنه على قد ما تقدر. النوع ده دايما بينتقدك نقد سلبي غير بناء، عمره ما هيوصلك لاي حته خالص، بالعكس الغيره وحب الظهور بتاعه دايما ظاهر في كلامه. فالنوع ده لا تاخد بكلامه ولا ترد عليه ولا يشغل اي حيز من تفكيرك، ولا كانك شايفه ولا كانك سمعه. احسن نوع تقدر تختبر فيه صبرك وقوتك وقدره تحملك هو النوع ده. دلوقتي بعد ما عرفنا انواع الناس اللي بتنقدك في حياتك، لازم تعرف ايه احسن طريقة ترد وامتى ما تردش. في اغلب الاوقات افضل طريقة للرد هي التجاهل تماما، بدل هما بيتكلموا في حاجة ملهاش لازمة والموضوع مش مهم، ما تردش، سيبهم يعيشوا حياتهم. لكن في مواقف لازم ارد فيها بمنتهى القوة والحسم والرقي. رقم 1، لو اللي بيتقال ده كذب واضح وفي طريقة بسيطة وسهلة لإثبات العكس، مش مجرد كلام أو كلام قصاد كلام وخلاص. زي مثلا إنه حد يشوفك مع أخوكي وهو ما يعرفش إنه أخوكي، فيجي مثلا في الشغل ويقعد يتكلم ويحور ويقول عليكي كلام مش لطيف، فأنتي ممكن تشوفي إنه على فكرة أنا مش غلطانة، فمش مضطرة برا لحد ومش هرد وأسيبهم يتكلموا. لا، بمنتهى البساطة قولي إن ده أخوكي وإنه دي صورته وإن ده شكله، وخلي الشخص اللي اتكلم بتسرع وبطريقة مش لطيفة عليكي يتكسف ويحس على دمه. رقم 2، لو اللي بيتكلموا عليكي دول مجموعة والموضوع ممنهج ومنظم، زي مثلا انك كنتي بتشتغلي في شركة والشركة دي بعد ما سبتيها مش عايزينك تشتغلي في اي شركة منافسة، فبيبتدوا يتكلموا عليكي طول الوقت بان انتي مش شاطرة ومش كفاءة في شغلك، وقتها لازم تردي عشان هما كده بيبوظولك السي في بتاعك كله، وعندهم سبب مفهوم جدا، فلازم في الوقت ده ترد. رقم 3، انه يبقى الشخص اللي بيتكلم عليكي او بيذم فيكي ده شخص مشهور او معروف او مرموق، لازم ساعتها تردي لان هو عنده ناس كتير تعرفه وناس كتير تصدقه، فلو انتي ما ردتيش وقتها هيبقى زي كده اشاعة او مشكلة كبيرة، وقتها فعلا لازم ترد. في الاخر حابه اقول لكم ان كلنا في حياتنا عندنا ناس بتختلف معانا، وكل ما زادت مكانة الشخص او شطارته او تفوق او تعرف اكتر، كل ما نسبة النقد اللي بتيجي عليه بتزيد، والاختلاف معاه في الرأي بيزيد لانه بيتعرف اكتر، فعدد الناس بيكتر. لازم تبقى عارف تتعامل معاهم ازاي وترد عليهم ازاي وتستفيد من النقد ده
ازاي. منشن لاي حد من صحابكم او قرايبكم اللي دايما بيتعرضوا لنقد سلبي عشان يعرفوا انواعه، واكتبوا لي في الكومنتس لو في اي انواع تانية انتوا بتشوفوها من النقد السلبي انا ما اتكلمتش عليها.